في هذا الفيديو رح نسوي دي اي واي بدون توقف لمدة 24 ساعة. هاي جايز، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم ران. اوكي، ادري انه لي فترة مرة طويلة ما نزلت حاجة بالقناة، بس لانه كنت مريضة ويعني لساعي مريضة، بس يعني الحمد لله دحين احسن. بنقول لكم مرة وحشتوني، رجعت لكم بفيديو مرة اسطوري مع اكثر ضيفة انتم تحبوها. رح بكلكم معايا بارهب فنانة متعددة المواهب عندنا في البيت، رما. كل شوي اضيف لك واحدة عديدة. شو اللي حنسويه في هذا الفيديو؟ انه احنا حرفيا رح نجرب كل منتجات الدي اي واي. رحت السوق واشتريت مجموعة كبيرة من المنتجات المختلفة ورح نجربها كلها مع بعض، ومن هذه الحلقة حنشوف هل حنقدر نكمل 24 ساعة ومين سوى احلى من الثاني، انا ولا رب. سو هذا اللي حنسويه في فيديو اليوم. اذا حبيتوا الفيديو اعطوا الفيديو لايك، اشتركوا كمان في القناة لو لسه ما انتم مشتركين، ويلا خلونا نبدا. ليتس جو. هاي جايز. اوكي جايز، زي ما انتم شايفين هنا عندنا كل الاشياء اللي رح نستخدمها في حلقة الدي اي واي. اليوم حنسوي دي اي واي لا نهائي، وأباكم دحين ترحبوا معايا في ضيفة الحلقة، رفا. سو في فيديو اليوم حيكون رفا. في فيديو اليوم حيكون في جائزة. ما قصت الورقة. واو جايز، هذا مصنوع من الذهب الخالص، مو من فاكهة. نو سو جايز، هذه هي الجائزة العظيمة حقت الشخص اللي حيفوز في تحدي اليوم، اللي هو انا. خلاص شكرا. اوكي، حنشيل هذه الاشياء عشان نبدا نرسم في الكوستر. فين توديها؟ جايز هذا الكوب الجديد، هذا الكوب حقي انا. الليل اختاري كوستر، يعني فين الحلوين؟ انا خلاص اخترته هذا. آه، هذا مره يجنن، هذا ابدا ما ابغى اخذه، يخوف. اوكي هذا حلو، هذول اثنين حلوين. لا تختاري واحد، بنلعب حجر ورقص بعدين نختار ثاني. لا انت اوريدي اخترتي واحد. نو رنا، هذا اول شيء. حجر ورقه ورقص. جايز مرة صغير، شو ايش معطيتني الاشكال الهندسية وانت حتقولي حقك صعب؟ شوفي حقك كيف زحمة. جايز اغسل الفرشة. ايه انت سبقتيني. حقك يبغى له سباقة، حقك تو قصت الورقة. رفا ارسمي هنا. ها كذا اسهل. اسمي احس اخترنا الشيء الغلط في البداية، يبغى له مرة تركيز بزيادة وعيوني احسها تفرقعت. ايه بتقول صعب ايش؟ وانا فين هي فين؟ احس بصري قاعد يوجعني. رنا بترجف الطاوله حبيبي. معلش رفع لفتشه اوريكم كل شيء. جايز تحسوها كانها محفوره، بس هي مي محفوره ترى، كلها نفس ال واحد اثنين ثلاثه. اوكي جايز، عدى وقت مره طويل صراحه. انا خلصت حقتي بسرعه، بس رفا مره طول صراحه، حقتها فيها ديتيلز كثيره، فحس اني طبيعي انها طولت، حقتي احلى. اوكي جايز شوفوا الثانيه، صراحه يعني ما اتوقع اني ابغى اسوي ذا الشيء، لانه حتى انا مره مو حلو. اول شيء مو حلو، ثاني حاجه حياخذ مليون سنه، يعني حرفيا حيكون التحدي كله على بس هذه. حنسحب من القرعه، والرسمه اللي حتطلع لنا حنرسمها على الكوستر من الخلف. واو للمرة المليون دايموند، انا طاير رينبو. انا اصلا سويت رينبو هنا اروح. نو واو، ارسمي بونجيو من توما. ايش انت ايش تبي ترسمي؟ اتاكم تاكم هنا كله في هذا؟ هذا شوفي ارسم هذا اللي بالضفدع، مرة كيوت. لا مرة كيوت ما ينفع، ابغاك ترسمي كيس زبالة. ابغى ربطه كيوت. ايوه ايوه. رسمت بسه طالع من زبالة. اوكي حسوي البسه لونها اورنج، حستخدم هذه. فاكرين الالوان هذه؟ في عندي الوان كفايه جلتر، بس تبغى تلمع على الزبالة.
عجبتني الالوان بدات تخفف من الزباله حقتي. شفتها انا اصلا يعني تخيلوا رفع طلع لها رينبو ورفع ترسم رينبو وانا حرسم زباله وفي النهايه الزباله حتفوز على الرينبو. لازم نكتب في التاريخ احس كلمه زباله كده عادي نقول زباله عادي من الزباله ما يسبب انا قلت انت شوفوا يدها هذه موزه باينه موزه بس لازم ارسم تفاحه مأكولة كده صح ولا بس الزباله ليش دائما يحطوا كده يا موزه ليش ليش ما في فواكه ثانيه ليه ما في مثلا بطيخ صح نطالب باضافه البطيخ للزباله لا ملكة كوت حقي شكرا حقي انا مره يصرخ مره صارخ اللون يصرخ حبيبي ايوه اعذروني السموحه هذا الكلام يا جماعه اللي جاب العيد في حلقه البيت حق الاساس حق الشارع دحين العيد مكاني لا وقتها عشان حطيت ورنيش A few moments later قلت بشبش يا واحد اثنين ثلاثة مبالغ بس كيوت احس اني تعبت واحنا لسه اول واحدة بس اوكي دحين رح نسوي رح نصنع بنفسنا عروسة عروسة مكتوب دول طيب الا زي العروسة شخصية ورقية سو كده شكلها جايز مرة 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 تحمست لما شفتها فكرتها مرة غريبة ومرة حلوة حاطين حرفيا كل حاجة يعني حاطين شوفوا هنا ايش حاطين العيون كل انواع العيون اللي في العالم حاطين شنبات نظارات حواجب خموم خشوم ملابس كل شيء جايز شوفوا واو تتعلق طوال تقدر تقصيها وكذا لا ما عجبني واو شوف فيها اسود واحدة مرة شوف فيها شنب مرة حلوين مرة حلو هذا مرة حلو لابس اسود ومن ورا كمان سو زي كذا لما تفكوا الكرتون شوفوا ايش يطلع لكم يطلع لكم هذه اللي هي اللي دوبها رفع وردت لكم هي اللي هي زي كذا بعدين شوفوا ايش يطلع معاها الله الملابس واو ملابس او ماي جاد او ماي جاد هذا حقيقي ايوه اسمه جايز دي مرة حلوة جايز لازم تشتروا زيها مرة حلوة احسها ممتع جوبي لازم اصور لكم هي في انستغرام اصبروا يلا نبدا شرماتي ذا ابدا اول شيء بالعيون حجيب اشياء الوجه اسمع عندي فكره بما انه هذا لابس بيجاما فحنخليه مسترخي فحط له خيار عشان هو الله جالس كذا مسوي سبا في البيت حسوي ده ابو اخضر احسه يشبه عدنان فحسوي زي عدنان والله حاسه نفسي في الروضه كله متقاعد ملكة كوت الله هذا ظلمه لبسه سروال احمر ولا سروال اصفر صعب ايوه لا عجبني الله هذا من مستر ظلمة جايز مرة كتكون مرة حلو عيونه تكبوري رنا ساعديني شوفي ايش تبغي ماني قادرة مرة مو راضي تلبس كويس مو مستقيم لبس اللي هنا في النص اول هو اللي في النص اوه خارج على برا خلاص رنا ايش قادرة جايز انتقلت الى السرير لانه الكاميرا طفت واحس اني مره جيعانه ودخت فحكمل قبل ما يوصل الطلب اح اوكي جايز ماني مصدقه انه اخذ الموضوع قد كده وقت الساعه 3 الساعه 3 الصباح شو اشكالها اوكي سو هذه اول شخصيه هذا مره كيوت هذا بردان هذا في الشتاء ايوه من جد اسمع حق رفا او ماي جاد شوفي دور اثنين مره يخوف انا بنتي هذا عدنان حق رفا هذول مره كيوت مره يشبهوا بعض هي نفس العيون حطينا ايوه مره يضحك ترى ما شفنا بعض هذه كانها بنت كده تخوف وهذا كانه ولد ما وي دي انتبه لبسنا جسمه زي بعض انا مره احب الشخصيه دي عشان القصه حقتها اتس سو كيوت انا سويت نفس الشيء كان بدايه المفروض يكون ولد صغير بعدين ما عرفت كيف صار كل شيء صره ايوه عندي صره هذا كان فرنسي هذا ترى شنب انا سويته شعر هذا كيوت مره كان بيبي بيروح البحر ماي جاد رفا عنده بوسه قد كده كبره في بطنه انا حقي لا شوفه كنت احسه كده بروفيسور في جامعه هذا مره كيوت هذا مره كيوت بس هذا يخوف ليه شعره سبايكي شوفه حقي انا سويته ارنب كذا حق رفا مره كيوت مره كانه ساعه اسمع هذا جايز ارموه في الزباله بغط الحمام ما اعرف ايش اسوي فيه بس وي كانه كذا جانكستر كذا عادي او ماي جاد هذا حلو خدود كيوت مره هذا كانه حلاوه مره اختار واحد حلو تبي انا اختار من عندي كنت اختار ايوه هذا ملك البني احلى واحد رفع سويته هذه اتوقع هذه انت عندك واحد حاجه سويتها اثنين في هذه الجهه وهذا يضحك كيوت مره ليش عايش بالمر معفن حلو حرام عرفت ايش مين جايز يشبه واحد في سبونج بوب يشبه والله جايز يشبه احد في سبونج بوب بس ما انا عارفه مين واحد من السمكات اوكي دحين حنسوي حنلون على هذه الاشياء الجميله سو في عندنا بني ركبتي بقى انا
معلش نرحب بركبة رفا. بليز شو بيجامة؟ أتوقع إنك تقدر تحط فيه مدري كورنفليكس كوكيز عصير. ما أدري. إنه في له غطاء. إيوه قاعد تشوف ركبة رفا. وعندنا هذا المغ فيه كذا يونيكورن. هذا حقي بس. وفي ألوان تمام؟ أنا اشتريت هذا قاعد أحلم كيف أنا ألونه. إذا حقق لك أحلامك. مرة يجنن حبيبي. بس ليش ما أحط لون أسود؟ كيف أرسم العيون؟ أحط الخط حق العيون؟ عندنا ألوان، شوف هذه كل الألوان الجميلة. بس يابا هذا يمكن حق السيراميك وكذا. أوف. جايز أنا مرة أحب الأكواب في معرفته. أنا كمان. بس أنا مرة أحب الألوان. أحس تقدر تحط فيه رينز كذا خواتم أشياء. رينز مين يا أبا أحط أكل. الله. مرة كان عندي دين. سؤال. طب هم رسمين كل حاجة، عنده أداني وعنده دهن، أنا إيش أسوي؟ بس مسوين شنب وأيادي. اسمع الشنب يخوف صعب. مو حلو شكله، شكله أحلى صدق بدون تلوين. أيوه حتى الكنزة. بوي الفرشة مرة سيئة. أمسكي. كنا فرشة أنا. مقطوع من هنا. حبوه. حبوا اليونيكورن. يا كوبي. إيش حأسوي؟ أوكي جايز أنا خلص. 2 hours later. يلا نوريهم النتيجة. الإضاءة جايز قفلت وإحنا بنرسم، قصدي ورقة بترسم أنا. إيش سويت أنتي؟ سويت هذه الدائرتين. ما تمسكين ما نشوف. حقي مرة واحدة. جايز قولوا حق رنا أحلى. حتى حقي مفيد. أوكي اللي بعده. حجرة ورقة مقص. طيب بس نفسي أسوي. ما نفسي. دوب قاعد أرسم. أنا من زمان ما رسمت. اختار الخرز. مرة حلو الخرز. هذا اللي حنسويه الحين هو خرز. وحنسوي خلاص لا تبكي لا تبكي الحين سوي ترسمي انا بعمل في حروف. طب انا مثلا حكتب فام يو من فرقه تمارو يعني بكره الساعه 4 الساعه 4 ونص فجرا. اللي يقهر يا جماعه يا جماعه اللي ايش كلها اشكال كبيره يعني ما في شكل ابو كذا صغير صغير بعدين حبه كبيره ما بنقدر. المهم حسوي اسوره وهذه الاسوره حلبسها مدى حياتي. اوكي المشكله كل الالوان ما تعجبني. انت مره كذا ما انت قاعده تستمتعي انا في انا من اول استنى رفت لون الحصان. اول طريقه انه احنا نختار المقاس راح احطه على معصم يدي وحاسوي زياده تكه عشان الحريه هكذا. ايش تخلصي انت مره بسرعه استمتعي شويه ايش هذا بس تخلصي بنام ما حتفوزي ترى حفوزي الا الاعمال بالنيات. كازيلا حلو صراحه مو مره حلو لانك احط اللون ده مره حلو بس ما بدي احب حرف الواي مره حلو ما احب احد حرف الواي ينجونه. احس من جد انا اخذ الموضوع انه تحدي ويلا بدي اخلص ورفها اخذته كانه مركز صيفي. بحاول استمتع بس ما عجبتني الديزاين. شوفي ذكر زي اسهل شيء يا الله لا لؤلؤ اسكتي حلوه. ما اعرف ايش بهالبطاريه من جد ابو كل شويه لازم نوقف فجاه الاضاءه ما تبي تشتغل. سوي واحد ثاني وحتى ندمر ما تاكل تاكل ارهب كلمه في الحياه. ليه بتسوي تاكل انت ايه ما في او هذا هو هذا كيو شو شفته اس او مين ما في اي كفل سله خلاص ران موجوده حسوي ران بسوي ران اسمي ران ايش تبي بنتي خلاص ما ابغى واحده بومبيه اعطيك زرقاء هيت هذه بومبي فاتح ما عندي غير واحده لا ما اقدر تكفي شوفي حطيت هذا التزرق بين مراوات ايش احط بدالها؟ هذه لا في ازرق جنبه لو شلتي هذه يصير خلاص ابيض ازرق لا ما بدي مجسمين مع بعض طيب هو عادي رفا جيب حقي خلاص انت سويتي اوكي almost done اسورة البحرية امي قد صغيرة مرة you know what هحط حروف احبهم كده بس هحط اس احطها بين القلب وبين الصدف القلب الزفوتة والصدف الجدر خلصت جايز شوفوا كيف بالله كيف بالله بلا مو حلو جايز والله مرة حلو هذه كوليكشن البيتش وهذا كوليكشن كات فير بس والله بالعافية بدي واحدة ثانية او ماي جاد بدي اوه رفا طب اسمع خذيها معاك البيب لا 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 وير باك خلاص ما شوفوا هاي حق الدرافو ياي حلو ايش لحظة انتهى وقت جاء وقت فقرة البازل هنسوي نرسم على البازل انا مرة احب البازل مرة متحمس ارسم عليها احس ان هي فكرة جدا عبقرية انه كده في كده يرسلوا يعني يرسلوا لك انه يسووا بازل تكون فاضية عشان ترسمي فيها الرسمة اللي تبغيها بعدين تفكيها وتركبيها ثاني فكرة مرة حلوة احس ابنائي حجب لهم زيها تفضلي انا ابنائك شوية هذه هذي حرفها عشان احط فيها ثاني مرة الفضل تحميها في الارض خليني اوريكم الساعة كم قبل ما نبدا الساعة 5:30 الفجر احنا كنا هنا من الساعة كم 9 ولا 9:30 الليل دفيها كل
هذا عشان في حشر صغير. اوكي جايز ما راح نرسم اللي نبغاه، راح نسحب من البني. اوه اسحب الدور كده، بحطها جنبي بس بدون مطاط. ايش اللون الزرق؟ زرق زرق بطل. يا رب شيء حلو. طيب اشرحي لهم ايش طلع لك ولا لا 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 اسمعي. طيب رنا طلع لها بامكن اللي هو هي او هي هو اصلا يعني ايش كلام صدق من فرقه تومورو باي توجذر. شو الصوره اللي حترسميها؟ جبت لي صوره غزلتيها مين ارسمها؟ هذا هو مغزوله. طب جيبي لي الصوره الاصليه وانت جيبي لي خيوط. طب ما انت كيف ارسم خيوط؟ قاعده اتعب انا واحس انه ما في الثمار حقت التعب حقت يعني انا مره متحمسه، هذا اكثر شيء متحمسه له، اكثر حاجه نفسي اسويها يعني كده تخيلت ارسم رسمه احلامي. بعدين كل مره يعني توحشني رسمه احلامي اقوم افكها وارجع اركبها ثاني مره. قامت الصلاة خلاص ونرجع من الصلاة ننسى لايتو. وصلتيه تقريبا. شو بعدين؟ ماما مرة حلوة. حلوة صديق هاي وهيك اختاري شيء أسهل. You think guys الرسم الفن الرسم استنى أجمع الكلام في مخي. فن الرسم في بيجامة لو أنا اخترت هذا يعني بنفسي. العذر والسمح لا تعذروها ولا تسامحوها. رأي ديزاين عادي احسن رنا عادي. كنت بقول حاجه اول صح نسيت. الفن والرسم الفن والرسم يبغى له مزاج. ما ينفع كده ابو مستعجله وحرانه فيك نوم ورنا معصبه. احس انه يعني قاعدين تعطوني اشياء مره حلوه بس في نفس الوقت قاعدون مين قاعدون ده؟ ممكن هو شعار الدبدوب. يس رفت علمني كل يوم. الله مره حلوه. احسك جبتيني اليوم هنا عشان تثبتي لنفسك اني انا فنان عليك بكل الطرق. بس تعرفوا في الافلام كذا لما يكون في واحد كذا مره كذا متنمر ويتنمر على الناس وبعدين في النهايه ياكل على راسه كذا. انا اركز على طموحاتي واهدافي وارسم وهي تقعد تتنمر علي في النهايه. اوف ماي لابنه في النهايه ماي لابنه. واحد اثنين ثلاثة. ياي مرة حلوين الاثنين مع بعض. يس مرة كتبت مرة عجبتني. كتبت هنا tomorrow bye together. الصراحة يعني ما توقعت انها حتطلع مرة حلو كذا. فونجيو كلوكيو انت البطة عجبتك؟ مرة عجبتني بطة طرفة مرة عجبتني. اية احلى جايز؟ احس مرة صعب احد يختار اية احلى. اتوقع ده التحدي من جد كلها رسمنا. ايوه الساعة 7 الفجر خلاص انا ورفق. هذه انا مره متحمسه لها مع اني مره تعبانه بس في نفس الوقت من اول احس ابى اسويها. شوفوا سو شكل قلب كذا ومغناطيس. احلى شيء جايز انها ما هي زي الكانفس، ما هي زي اللي قبل شويه البازل كانت مره صعبه لانها تتزحلق فاهمين. اعطيني مقص هذا انا اسويه بعدين. ايوه بس فوكس احس الصبر حقي صفر. واو مره حلوه. اسمعي جتني فكره حلوه. شفت هذيك الحلاوه حقت ايت مي والكيس مي حبيبي حنسحب من الارض. يا هذا الارض كله سمكة. واو كيلومترز ليتر. هلو جايز الساعة 8 خلصنا المغنطة. طيب واحد اثنين ثلاثة. حقتي أحلى حقتي أحلى صدقي أروكر. اسمعي تحسي هذه لو انقلبت او تغير شكلها في التزيين كله نفس الحجم. اوكي جايز في حماس شويه هنا. حنسوي دي اي واي في الخشب. هذا اللي هو الخشب اللي حقت الايس كريم كمان معاها دائره مثلث قلب مربع ودوائر وكذا يعني احجام اشكال مختلفه بنقدر نصنع بها اشياء زي كذا جميله. جايز طلع لي على كيفك. لا تفصل عايز ما تنفع دي. لا ما ينفع. ايش اني اركب خشب بس؟ ايوه ما هبط ما هبط. غشش واقدر وباقي بس حبه خسر فخلينا نسحب ثاني. يا حرام علينا. قش قش يا جماعه كيف بالله اسوي خشب بدون ما ارسم؟ خلاص اتاك طلع لي اتاك. حرسم اتاك. كيف اسوي اتاك بهذا؟ هنا يقول لك اه ما يقول لك ابغى اغرب. هنا شو هم عاملين في البوكس سياره معوقه ورينبو بس ما عندهم فكره الاتاك. ما صعب. احنا زمان كنا نسوي زي كذا بيت نسوي مثلث اسوي انسان. انا اسوي بيت ديفاي. هذا ديفاي؟ ديفاي قصير مو كثير. بدك تسوي ده تسوي دي ترصيها كده. ده اللي سويته قبل شويه. اه من جد بس يبالي اقص الزايد فهمتي؟ ما اقدر اقص. قصي ما اقدر. ليش؟ تعبانه. تمام.
كيف جاني ورقه هكذا. حكي ايوه انت مره غشاشه. So as you can see guys احنا سوينا الخطوه حسد وغيره لو تدري. دحين حنجيب هذه الكور وحنحطها هنا جوا. بعدين راح نجيب الكرس الدائره الثانيه. لا لا ما بيصير في اثنين ما بيسكون. اي شو بيصير؟ كسرت شيخة مقاساتها جايز ما هي كويسة، فإذا انتوا تبوا تسووه عشان تبوا من حاجة. هي مرة حلو جايز خلاص ما حسوي تصويت خلي فايزة. ليش جيبينه عندك؟ ايش؟ عرفت ايش حسوي؟ اصبري دحين حنشيل كل القمايل دي عند رفا. جايز حاولوا تخمنوا ايش قاعدة اسوي اوكي؟ وقفوا الفيديو واكتبوا ايش تتوقعوا قاعدة اسوي. The next day. Hi guys. Hi. كيف حالك؟ الله. I'm so busy. الله. والله صعب. Guys في ثلاث أشياء ما قدرنا نسويها. الوقت اللي جلسناه حسبناه كان 19 لا استنى 12 ساعة. بدأنا 9:30 خلصنا الساعة 9 وحاجة يعني. هو كان تحدي جدا صعب بس أحس سوينا أشياء يعني حلوة. خلينا الحين نشوف النتيجة الأخيرة للأشياء كلها. هذا مو انا ما سويت هذا. شوفي ايجار هادي هينه قد اتاك اون تايتن مره سيئه. بس اسمعي انا عجبتني حقت اتاك حسها حلو. كيف عجبتك؟ شايفين حلو. anyway زي ما انتم شايفين هذه الجائزه العظيمه اللي احنا امس كرفنا عشانها. الو الو ايش بابتك؟ شدها انت على الهواء. الو يا حبيبي كيف حالكم؟ طيب اسمعي دحين احنا نحتاجك عشان انت الحكم حقنا في الحلقه. طبعا اشيل كل الحب والتقدير. ايوه رابط قناتي في الديسكربشن. اوكي جايز قناة شذا في الوصف ادخلوا اتفرجوا ادعموها لما ترجع. اوكي اول حاجة راح نقيمها او شذا حتقيمها اللي هي الكوستر. فايش تختاري؟ واحد ولا اثنين؟ رقم اثنين. ايش؟ اي واحد قصة حقتك؟ شوفي يعني هو صراحة الرينبو حسيته يعني في شيء كذا اللي يلتقى مو حلو. ايييييه بس حلو يعني رسمة يعني شوي لكن حلوة انه ايش واضحة مرة. سو الحين حنقيم واحد ولا اثنين؟ هاي! او ماي جاد! احس اللي على اليسار يعني اهوى من اللي على اليمين. ايش؟ بس انت عكس انا ايوه انا حقي رقم واحد. انا قلت اللي على اليمين احلى. لا قلت على اليسار. لا رقم اثنين رقم اثنين. انت قلت على اليسار. اسمع يمكن ما قلت على اليسار بالغلط، قصدي رقم اثنين اهون من رقم واحد. انا سويت رقم اثنين. حنقيم دحين هذه اللي هو اليونيكورن والارنب حقي. خليكي منصفه لو سمحتي. يعني احس الارنب بس حطقول وخدود وبس. احس احساسك غلط. صراحه الوان اليونيكورن احسها مره خايفه. واو يعني اصوت رقم واحد. شفت اللي يقول لكم don't work hard work smarter؟ That's me. طب اللي بعده الاساور. اساور اوكي حصورت لرقم 2. بس ليه؟ يمكن بس استني مصورتي فيها اس واي. ترى الواي هذا حق يوسف وفي كمان اس لكتي. لكتي في واحده رفع اخذتها مني خربت لي هي. هي عاد بس واحده خرزه خربت لي كله. لو هذيك الخرزه ما اديتك هي كمان. سو في اثنين اي واحده تختاري؟ رقم 2. رقم اثنين احسها انه رسمه كامله رقم واحد ناقص. احس في تحيز لكن المتابعين حيحبوا. ليش تحيز يا امي؟ خلاص هي عجبتها هذه هي قيمة. هي ما تعرف هذه حقت مين. احس حتى انا عجبتها حقتي اكثر. لا حقتي عجبتني اكثر. لا امس انت قلتي نوب. يلا واحد اثنين ثلاث تختاري واحد ولا اثنين؟ احس البيت احلى. اوكي مين تتوقع مين سوى ايش؟ اقدر اعرف في الشعر حق الكاتب جايز في تعادل فدحين اللي حيحكم البازل. ما في ولا اي رموز تبين هذا حق مين ولا هذا حق مين. صح صح يعني كلهم يعني صح آه صريحين في الاجابه. اختار على حسب ايش عاجبني اكثر. اختار رقم اثنين. جايز بس اعطيك هو قولي اغنيه.
لايك لو عجبكم واشتركوا في القناة واكتب في التعليقات مين فاز برأيكم ران ولا رفا. ولا تنسوا تضيفوا حسابي يكون في الديسكريبشن بوكس لدي تنسوا تعملوا الاشتراك لانكم على انستغرام رفا. وبس نشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. داعمين لي في هذا النجاح الكبير. حب أشكركم من أعماق قلبي. ماما وبابا، أخواتي، مع درفا.